أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بيكم ودرس جديد من دروس اللغة العربية. معانا النهاردة لسه مستمرين في الوحدة الأولى، الدرس الثاني نصوص نثر بعنوان الخلق كنز لا يفنى للكاتب مصطفى لطفي المنفلوطي. عدى علينا الاسم ده قبل كده لو نفتكر سنة أولى إعدادي، الدرس الأولاني درس الحرية للمنفلوطي بتاع القطة، فاكرين؟ تمام. بيتحدث مصطفى لطفي المنفلوطي في هذا الدرس عن الخلق وتعريف الخلق، وان هو شعور المرء انه مسؤول امام ضميره عما يجب ان يفعله. فمصطفى لطفي المنفلوطي لا يسمي الصادق صادقا حتى يصدق في افعاله كما يصدق في اقواله، ولا الكريم كريما حتى تتساوى عنده صدقة السر وصدقة العلن، ولا الرحيم رحيما حتى يبكي قلبه قبل أن تبكي عيناه، ولا العادل عادلا حتى يقضي على نفسه ما يقضي على الناس، ولا يكون الزاجر في الأخلاق الطيبة هو الخوف من القانون أو من عذاب النار أو ولكن يكون ضمير الإنسان هو قائده ومناره الذي يسترشد به. تعالوا نتابع مع بعض أحداث الدرس ونرجع تاني. الفقرة الأولى من درسنا النهاردة هنسميها الخلق شعور بالمسؤولية. يقول إيه الكاتب مصطفى لطفي المنفلوطي؟ الخلق هو شعور المرء بأنه مسؤول أمام ضميره عما يجب أن يفعل، لذلك لا أسمي الكريم كريما حتى تستوي عنده صدقة السر وصدقة العلانية، ولا الرحيم رحيما حتى يبكي قلبه قبل أن تبكي عيناه، ولا العادل عادلا حتى يقضي على نفسه قضاءه على غيره، ولا الصادق صادقا حتى يصدق في أفعاله صدقه في أقواله. ناخد أهم المفردات اللي موجودة عندنا. كلمة الخلق يعني إيه؟ الخلق يعني السلوك الحسن، المقصود بها كلمة خلق في العموم يعني سلوك حسن بقى أو سيء على حسب اللي عندي، يبقى كلمة خلق يعني سلوك، بس المقصود بها هنا الخلق الحسن أو السلوك الحسن، واللي جمعها أخلاق. كلمة ضمير هو استعداد نفسي لإدراك الخبيث من الطيب. بمعنى ايه؟ يقول لك الراجل ده انا ضميري يعني مش مريحني، مش مستريح لهذا الفعل، تيجي تعمل حاجه كده مش مستريح، يبقى ده اسمه استعداد نفسي عشان تدرك الخبيث من الطيب من الاشياء. يقول لك ضميره معذبه، يعني عمل فعل او قام بعمل فعل خبيث، مش مستريح لهذا الفعل. كلمه السر ما تكتمه وتخفيه والعكس علن. يقضي بمعنى يحكم، شعوره أو الشعور وهو الإحساس سهلا. لما يقول لا أسمي الكريم كريما، الكريم هنا بمعنى المعطاء أو كثير العطاء، واللي عكسها البخيل، حتى تستوي عنده صدقة السر وصدقة العلانية. العلانية بمعنى الجهر. المرء اللي هو مين؟ الإنسان. طب جمعها الرجال زي امرأة نساء. تستوي بمعنى تتساوى. الرحيم بمعنى كثير الرحمة. دي أهم المفردات اللي موجودة عندنا في الفقه. بيبدأ الكاتب بوضع ميزان للأخلاق الكريمة وهو إيه؟ الضمير. عارف لما بتيجي تشتري حاجة والراجل يوزنها لك كده، كيلو بيساوي كيلو، نص بيساوي نص، 2 كيلو بيساوي 2 كيلو، هنا الأخلاق الكريمة الميزان بتاعها إيه؟ بيوزنها بإيه؟ بالضمير الذي يجعل صاحب الخلق الطيب بيشعر بالمسؤولية تجاه ضميره عما يجب أن يفعل. بمعنى آخر بالبلد كده، أنت دلوقتي عايز تقوم بعمل معين، حاسس من جواك إن العمل ده مش مظبوط، في ريبة، في شك، فما بتعملوش. ده الضمير حاسس إن العمل ده هيفيد وهينفع ومش هيضر حد فبتعمله،
ده الميزان بقى اللي بنقول عليه، ضميرك اللي من جواك، استعدادك النفسي لتقدير الطيب من الخبيث. الكريم سماه الكاتب هو من يتصدق في السر والجهر. في ناس بتقعد تتصدق كده بس للتفاخر والمنة، لا ده ما نقولش عليه كريم، ده بيبقى ليه غرض من وراء التصدق بتاعه. إنما قال لك أنا لا أسمي الكريم كريما حتى يتصدق أو تستوي عنده صدقة السر وصدقة العلانية. طب الرحيم هو مين؟ الذي يتأثر قلبه قبل عينه بمناظر البؤس. شوف منظر بؤس كده من جواه بيتقطع وبيبكي من قلبه قبل أن تبكي عينه. طب مين العادل؟ من يحكم على نفسه أو على نفسه قبل الحكم على الآخرين. يبقى زي ما بيقولوا إيه، اللي ترضاه على نفسك ارضاه على الناس أو العكس. فأنت ما تحكمش على نفسك بشيء وتحكم الآخرين بشيء، لا كده ما تبقاش عادل. العدل إنك ترضى على نفسك ما تحكم به على الآخرين. طب الصادق هو مين؟ من يصدق في فعله وقوله، ما يبقاش كلام وخلاص. من مظاهر الجمال اللي عندي في الفقرة اللي فاتت، بيقول لي إيه الكاتب؟ الخلق وشعور المرء بأنه مسؤول أمام ضمير. تصوير جميل حيث صور الضمير قاضيا والإنسان أمامه مسؤول عن تصرفاته. يبكي قلبه، الله، صور القلب بإنسان يبكي ليؤكد مدى رقة المشاعر. بيقول إيه الكاتب؟ لا أسمي الكريم كريما حتى تستوي، ولا الرحيم رحيما حتى، اللي هو الآخر الفقرة. كلمة حتى هنا تفيد الغاية، عارف لما تقول إيه، أكل حتى أو لغاية ما أشبع، يعني حتى أشبع، يبقى تفيد الغاية، همشي لغاية ما أتعب، يعني حتى أتعب، يبقى كلمة حتى هنا تفيد الغاية. طب ينفي الكرم والرحمة والعدل إلا إذا وصل إلى هذه الغاية، يعني لو ما وصلتش لهذه الغاية يبقى ده مش عدل ورحمة ولا صدق. سر العلانية، أفعاله أقواله، دي بينهم تضاد بيوضح المعنى. الكريم الرحيم العادل الصادق، كل هذه الصفات تدل على تقدير الكاتب لها ولمن يتمسكون بها. اختار لنا الكاتب أربع صفات هو بيقدرها في الإنسان. بيجيني سؤال يقول لك أي التعبيرين أجمل، مسؤول أمام ضميره أم مسؤول أمام القاضي؟ احنا قلنا مسؤول أمام ضميره أجمل. ليه؟ لأنه صور الضمير قاضيا يحكم علينا، هنا في تشبيه وتصوير جميل. يبكي قلبه قبل أن تبكي عيناه، وتبكي عيناه قبل أن يبكي قلبه، أنهي الأجمل؟ بكاء القلب بيدل على شدة الرحمة. القلب بيتأثر أولا ثم تسيل الدموع، يبقى لما يقول لي يبكي قلبه هي أجمل من تبكي عيناه. فقرة تانية بعنوان يقظة الضمير، يقول إيه الكاتب؟ لا ينفع المرء أن يكون زاجره عن الشر خوفه من عذاب النار أو خوفه من القانون، وإنما ينفع أن يكون ضميره قائده الذي يهتدي به ومناره الذي يستنير بنوره في طريق حياته. يعني إيه الكلام ده؟ لا ينفع يعني لا يفيد، وقلنا المرء قبل كده بمعنى الإنسان. أن يكون زاجره يعني مانعه، المانع اللي بيمنعه عن الشر خوفه من عذاب النار أو خوفه من القانون. أنت ما بتعملش الشر ده علشان أنت خايف أنك تتعذب بقى يوم القيامة بالنار، أو أن تقع تحت طائلة القانون في الدنيا فتسجن أو تحبس أو غرامة أو لا. إنما ينفع أن يكون ضاميره، أن يكون ضميره اللي احنا قلنا قبل كده اللي هو الاستعداد النفسي اللي جواه هو قائده. قائده بمعنى هو المرشد بتاعك، انت بتتعامل من خلال ضميرك الذي يهتدي يعني يسترشد به. انت بتسترشد بضميرك، انت بتعملش العمل ده عشان خايف من النار او خايف من عقاب او خايف ان حد الظابط يمسكك او ان حد يعاقبك، لا، انت عشان ضميرك
مش مستريح لهذا الفعل، يبقى هو القائد اللي بتهتدي به ومناره الذي يستنير. منارة جمعها منائر، وكلمة منارة اللي هي عارفين اللي بتهدي السفن اللي بتقعد موجودة على المدن الساحلية اسكندرية بورسعيد، اللي هي الفنار أو المنار اللي بتهدي السفن، بيطلع يعني مبنى عالي كده بيبقى فيه أنوار بيهدي به السفن، فالمقصود منها يهديه في طريق حياته. ويستنير بمعنى تستضيء ويسترشد. بقول تاني بسرعة إن لا ينفع الإنسان أن يكون المانع عن الشر هو الخوف من عذاب النار أو القانون، إنما ينفعه أن يكون ضميره هو اللي بيهديه وبيرشده إلى الأخلاق الكريم. كلمة لا ينفع وينفع بينهم إيه؟ تضاد يبرز المعنى ويوضحه، زي ما احنا عارفين خلاص على طول التضاد بيعمل كده. زاجره عن الشر خوفه من عذاب النار، صور الخوف بإنسان مانع من الشر أو عن الشر، يبقى زاجره عن الشر كأن الخوف ده إنسان هيمنعك عن الشر. خوفه من القانون برضه صور القانون بإيه؟ وحش مخيف، خايف من القانون عشان ما تعقبش الحق. إنما ينفعه ده أسلوب قصر للتوكيد والتخصيص. يعني أسلوب قصر عفوا، عند أسلوب القصر بتكون من كذا حاجة، نفي واستثناء أو إن وما ينفع، هنقول عليها للتوكيد، يبقى ده بقول عليه إنما دي للتوكيد والتخصيص. ضميره قائده، صور الضمير قائد بيرشد الإنسان، صور الضمير بإيه؟ قائد يرشد الإنسان. يكون ضمير منارة، برضو صور الضمير بالمنارة الذي يهدي ويرشد الإنسان. فقرة الثالثة، مظاهر الأخلاق الطيبة. يقول إيه الكاتب؟ الخلق والدمعة التي تترقرق في عيون الرحيم كلما وقعت عينه على منظر من مناظر البؤس. الدمعة جمعها دموع أو أدمع أو دمع، بيعرفنا الخلق اللي هي الأخلاق الطيبة، أو كلمة خلق اللي هو السلوك الطيب زي ما ذكر، إن هو الدمعة التي تترقرق. يعني إيه تترقرق؟ تتحرك في عيون الرحيم، إنسان الرحيم اللي في قلبه رحمة، كلما وقعت عينه على منظر يعني مشهد من مناظر البؤس. وقعت عينه يعني رأت عينه منظر من مناظر البؤس أو الفقر والشقاء، واللي عكسها الغنى والسعادة. من مظاهر الأخلاق الطيبة الإنسان بيتصف بيها الطيب الدمعة في عين الرحيم، أن يكون رقيق الإحساس، بتسيل الدموع من عينه حينما يرى الآخرين في شقاء، زي ما نقول كده بالبلدي بيحس بالناس، بيشوف منظر مؤثر أو منظر فيه شقاء وبؤس وفقر، هو نفسه تلاقي عينه دمعت، قلبه بكى وبيتأثر بهذا المنظر. ظهر الجمال اللي عندي، قال لك الخلق هو الدمعة، صور الخلق بالدمعة ويدل على شدة التأثر. أغلبية مظاهر الجمال اللي عندنا في النص هنا هتلاقيها كلها تصوير أو تشبيه. طب تترقرق فعل مضارع، وخدنا قبل كده وعرفنا إن الفعل المضارع بيدل على تجدد واستمرار واستحضار الصورة. طب الفعل الماضي ثبوت وتحقيق. طب الفعل الأمر نصح وإرشاد. طب لو الفعل الأمر ده من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى وجوب وإلزام. كلمة كلما دي أداة شرط، لأن الشرط في سنة أولى بتفيد التكرار والاستمرار، لأن ده بيحصل على طول. كلمة كلما هنا كلما وقعت عينه، مش مرة وخلاص، لا ده هو بيتأثر بالمنظر ده كل ما بيشوفه، يدل على رقة المشاعر. أيهما أفضل، الخلق هي اليد التي تساعد أم الخلق هو الدمعة؟ لا الأولى أفضل طبعا، إذا كل حاجة يجيبها لنا الكاتب يبقى لازم تبقى هي الأفضل. لا، هو أنك هنا الخلق هي الدمعة بتأثر، طب هنا الخلق هي اليد التي تساعد، طبعا هي الأفضل لأنه بيقوم بمساعدة
الاخرين، انما هنا الخلق والدمعه وبيتاثر بس، بس ما ذكرليش ان هو بيساعد ولا ما بيساعدش، يبقى ده عندي تعبير افضل. الخلق بقيت الفقره هو الصرخه التي يصرخها الشجاع في وجه من يجترئ على اهانه وطنه او العبث بكرامه قومه. الخلق للسلوك الطيب قال لك والصرخه، يعني ايه الصرخه؟ صيحه الشديده وجمعها صرخات وعكسها همسه، التي يصرخها الشجاع في وجه من يجترئ على، كلمه يجترئ يعني يجرؤ، عكسها يجبن، على اهانه وطنه. اهانه يعني اذلال وتحقير في اللغه عندنا، اللي عكسها اعزاز وتعظيم، او العبث بكرامة قومه، يعني اللعب والمراد الاستهانة بكرامته. الدفاع عن الوطن دليل الخلق الكريم. الإنسان الحر هو الذي يجاهد ويكافح العدو الذي يحتل الوطن ويستهين بكرامة شعب. ما لقى حد جاي كده بيستهين أو بيقلل من كرامة الشعب والوطن، من الأخلاق الطيبة إن أنا أصرخ فيه و أبعده عن هذا السلوك. بيقول لي إيه؟ الخلق هو الصرخة، زي ما قلنا صور الخلق بليه؟ خلاص بقى عرفنا، بالصرخة ويدل على الشجاعة، إهانة الوطن، صور الوطن بإنسان يهان، إهانة وطنه وكرامة وطنه. إنهم إيقاع موسيقي بتقسيم الجمل كده لقطع متساوية، إهانة الوطن وطنه كرامة وطن. فقرة الأخيرة، الخلاصة في معنى الخلق. خلاصة بقى القول اللي هو اللي يعني جاب من الآخر بقى، هيقول لك إيه جملة القول؟ أن الخلق هو أداء الواجب لذاته، ركز في دي أول، بقطع النظر عما يترتب عليه من النتائج. فمن أراد أن يعلم الناس مكارم الأخلاق فليحيي ضمائرهم، وليثبت في نفوسهم الشعور بالرغبة في الفضيلة والنفور من الرذيلة. يعني إيه الكلام ده؟ كلمة جملة القول يعني خلاصة الكلام، إن الخلق هو أداء الواجب لذاته بصرف النظر، أو بقطع النظر هنا بمعناها بصرف النظر وذاته يعني نفسه عما يترتب عليه من النتائج. فمن أراد أن يعلم الناس مكارم الأخلاق فليحيي ضمائرهم، وليثبت في نفوسهم الشعور بليه؟ بالرغبة فيه. كلمة الرغبة فيه معناها حب، وعكسها الرغبة عن أو النفور في الفضيلة، هي الأخلاق الكريمة وعكس جمعها الفضائل، فضيلة جمعها فضائل وعكسها رذيلة جمعها رذائل. الفضيلة الرغبة في الفضيلة يعني حب الفضيلة اللي هي الأخلاق الكريمة، والنفور يعني البعد عن أو كراهية الرذيلة اللي هي الصفة الذميمة، وعكس رذيلة فضيلة وجمع رذيلة رذائل. كلمة مكارم بمعنى محاسن والأخلاق الكريمة، والعكس مساوئ، ومفرد مكارم مكرمة. بيقول إيه الكاتب؟ خلاصة القول إن مفهوم الخلق أن يؤدي الإنسان واجبه دون النظر لنتيجة. أنت بتعمل العمل الطيب أو بتتصف بالأخلاق الطيبة وأنت مش مستني نتيجة. وعندما نريد أن ننشر الأخلاق، عشان تنشر الأخلاق بقى بين الناس، يجب أن تجعلهم أصحاب إيه؟ ضمائر حية، تتمسك بحب الفضيلة وتنبذ الرذيلة وتنفر منها. ظهر الجمال اللي عندي لما يقول لي جملة القول
اللي هي عندي في بدايه الفقره ده اجمال بعد تفصيل. هو فصل لي قبل كده وقال لي الاخلاق ومعنى الاخلاق والصفات اللي ممكن نتصف بها ده الاخلاق الطيبه. هنا بقى بيقول جمله القول الخلاصه يعني ده بنسميه اجمال بعد تفصيل. هو فصل الاول وبعد كده يجمل. عارف زي ما بتقول ايه، انا نزلت السوق جبت لحمه وفراخ ومكرونه وسبانخ وبسله، عارف بتعدي ده وفي الاخر بتقول ايه الخلاصه جبت حاجات كتير، يعني شويه حاجات، يبقى اسمها اجمال بعد تفصيل. ان الخلق هو اداء الواجب، اسلوب مؤكد بايه، ان للتوكيد. تكرار كلمه الخلق لتعدد مظاهر واشكاله وانواعه. الخلق له مظاهر كتير واشكال كتير وانواع كتير. ليحيي ضمائرهم، اسلوب امر للنصح والايه والارشاد. كلمه ليحيي دي لام الامر في الفعل المضارع، خلي بالك ده امر للنصح والارشاد. وصور الضمائر باشخاص احياء ليثبت في نفوسهم الرغبه والفضيله، برضه ليثبت فعل مضارع بلام الامر، يبقى اسلوب امر للنصح وايه والارشاد. الرغبه في الفضيله والنفور من الرذيله، سهله دي، بينهم ايه مقابله يعني تضاد يوضح المعنى، وبينهم كمان ايقاع موسيقي. فليحيي افضل من فليوقظ، يحيي افضل من يوقظ. ليه؟ لان احياء الضمائر بعد موتها اصعب من ايقاظها. تعال بقى نتعرف، خلاصه القول احنا بالنسبه لنا الدرس بتاعنا في سؤال وجواب. نراجع كده بقى اللي فاتنا واللي احنا خدناه في صيغه سؤال وجواب، وهيبقى ده الجزء المهم عندك في الفيديو. بما عرف الكاتب الخلق، انا سامع الاجابات اهو، عرفه بانه شعور المرء بانه مسؤول امام ايه ضميره عما يجب ان يفعل. السؤال الثاني، ما الميزان الدقيق الذي وضعه الكاتب للاخلاق الكريمه؟ وده سؤال مهم، وقلنا عليه الميزان في اول الدرس اللي هو ايه الضمير. ما مظاهر الاخلاق الكريمه في الناس اللي هم الصفات اللي ذكرها الكاتب في موضوع الدمعه التي تتحرك في عين الرحيم عندما تقع عينه على صوره من صور الشقاء، العرق اللي ممكن يسيل من وجه الانسان خجلا عندما لا يستطيع المساعدة، برضو يعني نوع من الحياء والخجل مش قادر يساعد، صرخة التي يطلقها الشجاع في وجه من يكترئ على إهانة وطنه، كل دي مظاهر من مظاهر الأخلاق اللي ذكرها لنا الكاتب. السؤال ده مهم وبتاع امتحانات من الآخر، لما بيجي في امتحان يقول لك من الكريم والرحيم والعادل والصادق في نظر الكاتب. في الامتحان ما بيجيب لكش الأربعة، ممكن يجيب لك اتنين، اثنين منهم او ثلاثة او ممكن واحدة، بس لازم بيجي. لو الدرس ده جه في امتحان في اي محافظة من المحافظات ما بيخرجش السؤال ده من الامتحان. بقول لك الكريم هو من يستوي عنده صدقة السر والعلانية. طب الرحيم هو الذي يتألم ويبكي قلبه قبل عينيه حين يرى منظر البؤس. طب العادل هو الذي يحكم على ايه، سامع على الاجابات ما شاء الله، يحكم على نفسه كما يحكم او يقضي على الناس. طب الصادق والذي يتساوى عنده صدق القول وصدق الفعل، يعني ما بيقولش كلامه بيعمل غيره، لا هو زي ما بيقول بيفعل. السؤال ده من الاسئله المهمه. متى يتصف الانسان بالخلق الطيب؟ امتى اعرف ان الانسان ده خلقه طيب، او اقول ان ده صاحبي ده او زميلي او جاري ده خلقه طيب، او انا امتى اعرف ان انا خلقي طيب؟ عندما يكون اصحاب ضمائر حيه، الانسان ده يكون صاحب ضمير حي ويحب الفضيله وينفر من الرذيله. انت واحد بتحب الخير وبتبعد عن الشر، تحب كل شيء حسن وتبعد عن كل شيء سيء، خلاص انت كده راجل صاحب خلق طيب. السؤال، ما الذي يفيد الانسان ليكون ذا خلق حسن؟ ايه اللي بيفيده عشان يبقى ذا خلق حسن؟ ضميره يكون قائده اللي بيهديه، ومناره الذي يستنير بنور. برضه بنرجع تاني لحته ايه؟ الضمير هو يبقى القائد والمنار اللي بيستنير بيه في طريق حياته.
بما يقابل من يجترئ على إهانة وطنه. قابل بإيه؟ صرخة ترد الإهانة دفاعا عن الوطن. كيف انتهى الكاتب إلى تحديد مفهوم الأخلاق اللي هو في آخر الدرس لما قال لك إيه وخلاصة القول؟ عرفه أو عرف الخلق إنه أداء الواجب لذاته بقطع النظر عما يترتب عليه من نتائج. أنت بتعمل الواجب ده عشان الواجب، بتعمل تقول الحق عشان الحق، بتعمل الخير عشان الخير، بتتصدق عشان عارف إن ده شيء خير أو شيء طيب أو سلوك أو خلق طيب، مش عشان أي حاجة تاني. يبقى تعمل الواجب لذاته بقطع النظر عما يترتب عليه من نتائج. طب يعني ايه عما يترتب عليه من نتائج؟ ما معنى؟ يعني بصرف النظر عما يسفر عنه من عواقب. تعملش، انت بتعمل زي مثلا البلد يقول لك ايه اعمل الخير وارمي البحر. انت بتعمل الخير وبتبتغي الاجر من الله سبحانه وتعالى مش من بشر. كيف نعلم الناس مكارم الاخلاق؟ دلنا الكاتب في النص على فكرة وقال لنا نعلمهم الخير ازاي او نعلمهم مكارم الاخلاق؟ بالعمل على احياء ضمائرهم وبث الشعور في نفوسهم بالرغبة في الفضيلة والنفور من الرذيلة. بقى نحيي ضمائرهم، واحد بث الشعور في نفوسهم بالرغبة فين؟ في الفضيلة، نبقى انسان صاحب فضيلة وابعد عن الرذيلة. ما مظاهر الأخلاق الطيبة التي ذكرها الشاعر؟ ذكر لنا أربع أخلاق كده طيبة اللي هم الصفات اللي ذكرهم لنا: التساوي في صدقة السر وصدقة العلن، بكاء القلب قبل بكاء العين، الرحمة يبقى الصدقة والرحمة، والعدل الحكم على النفس بما نحكم به على الآخرين، والصدق في الأقوال والأفعال، والدمع التي تترقرق في عيون الرحيم حينما يرى الآخرين في شقاء. نعرفهم كده: صدقة سر وعلن، بكاء قلب العين القلب قبل العين، حكم على النفس بما نحكم به على الآخرين، الصدق في الأقوال والأفعال، والدمع التي تترقرق في عيون الرحيم حينما يرى الآخرين في شقاء، والصرخة التي يصرخها الشجاع في آخر جزء في وجه من يجترئ على إهانة وطن. وبعد ما استعرضنا مع بعض أحداث الدرس، يا رب نكون الفكرة سهلة وبسيطة ووصلت. عرفنا يعني إيه الخلق، عرفنا إيه ميزان الخلق عند الكاتب، ويكون عندنا إحنا كمان وهو الضمير وشعورك بما تفعل من شيء طيب أو شيء خبيث. شوفكم على خير في الدرس الجاي.